والاسبوع ده. فالكنيسة عايزة تنبهنا لان العالم سينتهي. هي قراءات نهاية العالم فيها جزئين، جزء بيقول ان المسيح جاي وجزء بيقول ان العالم ايه هينتهي. المسيح جاي عايز يقول حاجة من كلمة وراء المسيح جاي، الرب قريب. كلمة الرب قريب دي كلمة في الكتاب المقدس بقالها من زمن الزمن، وهم بيقولوا الرب ايه قريب. ايه قريب دي يقصد ايه؟ ما قلنا بقالنا سنين وسنين وسنين، يعني ايه قريب؟ الرب قريب، هو جاي وعايزنا نكون مشتاقين لمجيئه، وعشان كده كلنا من مستنيينه. لما يكون واحد منتظر خبر كويس او حاجة حلوة هجيله يبقى منتظر ونفسه امتى بقى هتيجي، امتى بقى يحصل الكلام ده، لان ده خبر حلو بالنسبة له. فبالنسبة للكنيسة الرب قريب وراها، ده خبر حلو ليها، خبر حلو للكنيسة. ليه خبر حلو للكنيسة لما نقول الرب قريب؟ خبر حلو للكنيسة معناها نهاية الأوجاع والألمات والخطايا والمشاكل والتعب. احنا هنا في الأرض لما نزل أبونا آدم قال له شوكا وحسكا تنبت لك ليه الأرض. امتى يا رب بقى؟ قال الرب ايه، يقول لنا الرب ايه قريب. الزمن بيجري والأوقات بتجري، وعشان كده ما تخافوش أنا جاي. وزي ما سمعتم في الإنجيل اللي تقرا بيقول في قوم بيحسبوا التباطؤ، يعني حاسين ربنا مش داريان، أو يعني لا، ده هيجي، هيجي وهيجي قريب والأيام هتفوت. بس هل أنا مشتاق له وحاسس إن أنا طالب سرعة إيه مجيئه، ولا أنا مش عايزه؟ بقول لما الخبر يبقى حلو الناس تبقى متوقعاه ومنتظراه النهارده قبل بكره، امتى هيجي بقى؟ امتى؟ ولما يكون ايه واحد مش همه يجي ان هو يجي، يبقى مش داريان وايه مش في دماغه، الموضوع مش مهم. ساعات ناس تستنى في 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 في, في الاشغال بتاعتها ترقيات، يبقى مستني الترقيه بفارغ الصبر، يمكن ايه؟ يمكن هياخد الترقية. اعرف واحد كان منتظر في الوزارة انه هيتعين وزير، وقلق القلق كله، منتظر امتى بقى الوزارة الجديدة جاية، ده مش عارف ايه، اسم هيطلع ولا مش هيطلع، ده منتظر. هنا هوت، عشان كده لما نقول الرب جاي يقولها انا اتي واجرتي معي، انا اتي واجرتي معي. فجاي يكافئ المؤمنين، جاي يمسح كل دمع في عينيهم، جاي يقول لهم انتوا صبرتوا كتير، كفاياكم صبر، تعالوا بقى استريحوا، ايام كتيره بالنسبه لنا، ايام كتيره، لكن بالنسبه لربنا الايام دي كلها يوم. عند الرب كالف سنه، والف سنه عند الرب كايه يوم. هل احنا مشتاقين لمجيئه؟ ده اللي نفسي النهارده نسمره في قلوبنا ونطلع نقول له امتى بقى يا رب. ها؟ لما تلاقوا بولس الرسول يقول لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا، احنا بنقولها في الجنازات بس، لا دي مش بتاعت الجنازات بس، ده شعور حقيقي كان عند بولس الرسول ان هو عنده اشتهاء انه يبقى مع الرب في كل حين. فالشعور ده مفروض يبقى عندنا. امتى يبقى عندنا؟ زي ما بقول لو احنا بنحبه. فالناس اللي منتظره ربنا وبتحبه هتلاقي منتظر يجي امتى، يا ريت يجي بقى. كان فاكرين ابونا عبد المسيح المناهري، فكان كل شويه يقول هتجوز وافرح واكلل، هتجوز وافرح واكلل. طب ما تتجوز مين؟ هو ايه في دماغه ايه السماء، لغايه قبل ما نياحته بثلاث ايام قال لهم بكره وبعده وفي يوم الثالث هكلل، في اليوم الثالث انا هكلل. فاذا الشوق بتاعنا، هل بتحب المسيح؟ افحص نفسك من جوه، وانا افحص نفسي. لو احنا بنحب المسيح فعلا نقول له امتى بقى يا رب؟ تعال يا رب بقى، تعال يا رب خدنا بقى، تعال يا رب وايه وخدنا، احنا مشتاقين نكون معاك. عشان كده في سفر الرؤيا يقول لنا الروح والايه والعروس يقولون امين تعال ايها الرب ايه
يسوع. أمين. تعالى أيها الرب. إيه يسوع. ناس ترتعب من الموت ومن فكر الموت. آه كلنا بنخاف أحيانا، لكن في ناس جوه قلوبها في شعور دفين تاني، إن أنا إيه المسيح اللي بحبه مش خايف من الايه، عايز اقرب منه، عايز اقرب منه، عايز ايه، عايزه يجي وعايز ابقى معاه على طول. فكل ما بصلي، كل بقول له امين ايها الرب يسوع ايه تعالى، كل ما بصلي، كل ما بعرف الانجيل، كل ما بيكشف لي اسرار عن السماء وجمالها، بشتهي السماء، بشتهي الجمال بتاع السماء، اشتهي الطهارة والقداسة، أشتهي إن أنا أبقى في مكان المقدس ده اللي فيه كله محبة، أشتهي إن أنا أشوف المسيح بوجهه الحلو المنير اللي كله فيه النعم والبركات والسلام والحب وفيه كل حاجة حلوة. فمن فضلكم لازم الشعور ده يبقى في قلوبنا مع كثرة الصلوات والعلاقة الروحية بربنا، هتلاقوا هذا الشعور جه في قلوبنا، ان انا مشتهي ان ايه، مشتهي ان اكون مع المسيح في كل حين، اشتهي اكون معاه في ايه في كل حين. ايضا المجيء الثاني يفكرنا بمجيئه للدينونة، مجيئه للايه، دينونة. الشهداء في سفر الرؤيا بيقولوا الى متى يا رب لا تنتقم من دمائنا، في مظالم كتير يا رب، في اتعاب كتير يا رب، لامتى يا رب هيفضل المفتري يفتري على الغلبان، ولامتى يا رب تفضل هذه الشرور، ولامتى الحرب بتاعتنا مع الشيطان، لامتى يا رب بقى كفايه بقى يا رب. وهو بيقول ايه، امكسوا شويه وانا ايه الى ان يكمل العبيد ايه رفاقكم، يعني انا منتظر شويه عشان في ناس لسه هتخلص، حتى الاشرار الموجودين احتمال يطلع من ذريتهم حد، يمكن الناس ايه، يمكن الناس تصحى لنفسها، فالله منتظر، لكن هيجي عشان ايه تاني، عشان يديني، هيجي عشان المكافأة، يدينا المكافأة، هيجي علشان ايه، يدين دينونة، يجي عشان يجازي كل واحد حسب اعماله، يجي عشان اللي افترى خلاص ما نفدش عمل عمله ونفد، لا ده الله عادل، الله عادل، ولازم العدالة تتحقق. ساعات بنغلط غلطة كبيرة قوي، ان احنا نقول الله محب، الله محب، الله محب، الله محب، وبعدين ننسى ان هو ايه كمان ايه، انه عادل. عشان كده لازم نحط قصاد عينينا انه عادل. لو انا حاطط قصاد عيني ان انا ان الله عادل، هخافه، ولما خافه دي درجة حلوة، ما كنتش قادر تحبه على الاقل خافه، لو مش قادر تحب الله خافه، خافه في اخوك، خاف في اختك، خاف من الظلم، خاف من اي حاجه شر يتعمل، هيتفضح كله، هتفتح الاسفار، تفتح الاسفار وتكشف الايه الاعمال، وكل واحد يقف عريان قصاده. اليوم الخزي العظيم ده هيبقى فيه خزي، صدقوني يبقى فيه خزي عظيم جدا جدا جدا. ساعات الواحد لما يتفضح قدام حد يكون عامل عملة ولا بتاع، بعدين يقول له ايه ده انت عملت كذا، يبقى مخزي ويطاطي راسه ويبقى مش عارف يعمل ايه. طب لما الخزي اللي هناك ده شكله ايه، الخزم اللي هناك دوت، ها؟ نقطة تانية، الندامة الرهيبة، ندامة رهيبة. ساعات نتندم على حاجة حصلت والواحد يفضل ندمانا، ازاي عملت كده، اهو هناك بقى الايه البكاء وصرير الايه الاسنان. فعشان كده المسيح لما نحس انه جاي ونقول له احنا بنحبك وعايزينك، اوكي. وحاجة تانية، لو احنا ايه يعني ملهيين في ايه في احوالنا وظروفنا، نقول له لا، اقول لك لا، خلي بالك، خاف، خاف من ايه، من يوم ايه، من يوم مجيئه، خاف واستعد ليوم مجيء الرب. العلامات بتاعة الدينونة بتصحصحنا. ليه رب كل شوية عمال في علامات، يقول لنا زلازل وحروب ومجاعات؟ طب ما هو الزلازل من زمان، من زمان الزلازل فعلا، حصل الزلازل كبيرة من زمان وبتحصل ولسه هتحصل، وما ليه يا رب كل شوية كده؟ يقول ايه ربنا بيعمل ايه، قبل ما جيئه بيهز القلوب ويهز الكون عشان الصوت يسمع انا جاي، بيأكد ايه مجيئه. اذا كنت انت مش مستحمل
تسمع اخبار متعبه شويه ان في مرض جاي زي كورونا دلوقتي، لسه عمالين قريب كانوا بيقولوا ده في مرض تاني جاي مش عارف اسمه ايه، فيروس ايه بتاع ايه بتاع الطيور بتاع مش عارف ايه بتاع القرود بتاع مش عارف ايه، الناس تقول لك يا رب استرها وتخاف. امال هتعمل ايه ها لما يجي؟ يبقى اذا احنا لازم بيقول لنا خاف، وتقول ربنا بيخوفنا اه لازم يحذر تحذير صوت الله اللي بيوصل ده. فكل ما تلاقي العالم من حولك بيضج حروب، اه حصلت الحرب العالمية الاولى والتانية وراح فيها، ودلوقتي انت سامع وانا سامع ولا لا ان صواريخ موجهة من عند اليمن ومن سوريا ومش عارف لبنان والعراق ومش عارف منين تاني ومنين ومش عارف ناحية الصين عمالة داخلة في السكة، وكوريا داخلة في السكة، والناحية التانية روسيا داخلة في السكة، ومش عارف تركيا داخلة في ايه. الله، في حروب بتقول ان العالم ممكن يولع في ايه، في كم يوم كده تلاقي العالم ولع. واحنا من سنة كنا حاسين انها تحصل الحرب الكبيرة دي والهيصة الكبيرة دي والغلا ده كله اللي عند غزة ومش غزة واسرائيل، ما كناش حاسين بكده. فجأة حصل ده كله. في سفر الرؤيا يقول كده جبل عظيم متخذ بالنار ألقي إلى البحر، فتلت السفن راحت، تلت الحياة اللي في الارض مش عارف جرالها ايه. ايه ده يا رب؟ اه اصحى لنفسك، ما تنشغلش عنه. أكبر حاجة في الزمن اللي احنا فيه تعتبر خطية كبيرة هي خطية الانشغال ايه عنه. تكلم الناس ما تجيش كنيسة ليه فلان بقالك سنة سنتين مثلا، بقولك الشغل مشغول ما عنديش وقت. لا لا لا، ما عندكش وقت السنتين دول او السنة ديت او الشهور ديت، ما عندكش وقت الاسابيع دي. يعني انت مفهمني ان انت طول النهار قاعد في المكنة في الشغل عمال تشتغل، وافرض اشتغلت ده كله، ماذا يستفيد الانسان لو ربح ايه العالم كله خسر نفسه؟ فعايز يقول لنا لا، خلي بالكو شغلك ممكن يقف. حصل في كورونا ولا ما حصلش؟ حصل، ناس طلعت، ناس سنت ما اشغلها، وشركات صفت، كل حاجة تقف، السفر وقف، الشغل وقف، المش عارف ايه وقف، الناس اختلاطها ببعض قالك لا، كل وقف، كل وقف، المدارس حتى المدارس الدنيا كلها كله ممكن يقف. عايز يقولك ما تمسكش في الحاجة الزائلة، صح صح لنفسك، وما تنشغلش، مش هو ده اللي هيفيدك. إن كان لأحد كثير فليست حياته منين؟ من أمواله، لكن حياتك في المسيح. اعتمد علي، الله بيهز الكون هز بيهز الكون كل شوية. لما تسمع بالأخبار دي كلها قول ربنا بيخبط على الباب، ها أنا أقرع. اصحى لنفسك، قوم فوق، قوم فوق. قبل ما يرمي ينام في الحوت كان في عمال يخبط عليه في السفينة، ريح تضرب شمال ويمين وشمال ويمين، ونوح مصر يفضل، آسف يونان مش نوح، يونان مصر ان هو يفضل فين؟ يفضل في نومه. ربنا عايز يصحيه، صحاب البحارة وشوية بشوية يزنوا عليه اكتر، هو مفيش فايدة خلاص، روح للحوت بقى يمكن تتوب في قلب الحوت. فكل الحاجات اللي بتجرى دي علشان الناس تتوب. إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. صوته لطيف، آه بيجي جوه قلبي وبيكلمني حلو وبيتحنن عليا كتير ويطلعني من شدائد كتير، لكن أيضا صوته بيقول إن في إيه؟ في دينونة، تحذيرات. أو أكتر تحذير موجود آخر أيام هو إيه؟ خلي بالكم إن الشر هيزيد. كلام مرعب لما نسمع على الأسيم اللي هو ضد المسيح اللي هيجي بعيد عنكم، نقول ازاي هيجي الضلال؟ كل الضلال كله هيبقى متركز في هذا الأسيم، لأنه هيبقى شغال بقوة مين؟ بقوة الشيطان. طب يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده معناه ان احنا مش عايزين نشغل، عايزين نستعد. عايزين ايه؟ نستعد. يعني ايه نستعد؟ زمان جدي وجد جدي كان بياخد مرتبه 2-3 جنيه، والمليم كان بيساوي، ها الدنيا غليت ما بقاش يكفي الاتنين جنيه ولا الايه ولا الـ2000 ولا الـ10 ولا 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 الدنيا غلى. ف
فعايز الناس تقول لك ايه، احوش اكتر واجيب اكتر عشان الغلبة ايه اكتر. طب روحيا بقى الدنيا هتبقى غلا اخر ايام. يعني ايه غلا؟ يعني يبقى في شر كتير، هيبقى في شر كتير، وكل ما بنمشي في الكون الرفاهية بتزيد اكتر، والوسائل اللي تجيب الخطايا للانسان وهو قاعد بتكة واحدة لمسة كده للنسعة على الموبايل موجودة بسهولة. ده معناها ايه؟ معناه لما يحاوطني الشر من كل ناحية، معناه ان انا لازم اجتهد روحيا ايه اكتر. فبيقول لنا اخر ايام بيحذرنا هيبقى فيه شر كتير، اجتهدوا اسهروا وصلوا علشان ايه تبقوا مستعدين لما تيجي اخر ايام ده ما يقواش عليكم. بقول لهم صلوا 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 واجتهدوا. فاللي بيقول انا بصلي ابنا الذي الصبح وبالعافيه، نقول له طب ممكن تصلي أبن على حياء كده، صدقوني صدقوني، لانه هيرفض، فالواحد يبقى ايه متحفظ معه. طب ممكن أبنا الذي، فممكن نشكر صانع الخيرات، طب ممكن مش عارف كمان المزمور 50، طب مزمورين، لا لا. انا فاكر واحد اتحيل تعليم حيله علشان يصلي، قال لي بصلي على السلم أبنا الذي وهي بس. طب زودها شوي، لا خلاص انت حر. الغلا لما هيجي وانت ما معكش الغلا هيعمل فيك ايه؟ الغلا الروحي، مش الغلا للايه للفلوس، الغلا الروحي لو جه عليك هي ايه بعد عنك، هتضيع 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 فعلا. لكن لما انت من دلوقتي تبقى سخن مع ربنا وحار مع ربنا، زي وقت الشهداء لما كان جه الاضطهاد، الشهداء ازاي كانوا بيتقدموا بسهوله كده ويروحوا يرنموا كده وهم رايحين، وتطلع بلد كم الف يطلعوا مع بعض زي ما حصل في اخميم. ايه ده ايه ده؟ اصل كانوا مستعدين. عشان كده يقولوا اسهروا وصلوا، ها اسهروا ايه وصلوا، عشان هربكم اليوم اللي بيجي في الشر تيجي تهربوا ما تكونوش تقال زي الحامل او زي المرضعات اللي ماسكين في حاجه ايه ومش داريانين. الخلاص جه لمرات نوح ولنوح، اسف للوط، الخلاص جه الملاكين جم للوط ومرات مين؟ ومرات لوط. بس هي كانتش مستعده، كان قلبها مشغول بممتلكاتها، باليام الحلوه اللي قضتها جوه، اليام اللي فيها لذه جسديه، او كانت تسالي مع اصحابها وقرايبها والشلل بتاعتها ونسايبها والعلاقات اللي معاها واصدقائها، بتقضي ايام حلوه. صعبان عليها البلد، البلد هتتحرق، هي صعبان عليها مش مستعده تطلع. فممكن يجي ربنا يقول لي اخلص ويطلعنا، انا اقول له لا انا مش ايه مش مستعد، ما فيش استعداد، قلبي مشغول وتقيل، تقيل قلبي مش قادر، لسه هقوم لا مش قادر. يوم بعد عنكم الهلاك يجي على الايه على الناس المتوانيه، ها زي ما جه هي تحولت لعمود ايه عمود ايه ملح، وراحت الست دي مرات لوط عماله باصه كل شويه بتبص وراها مش قادره تطلع، قلبها لسه فين في البلد. عشان كده احنا عايزين قلبنا يتحرر من الانشغالات العالميه، يقول لي ما كلش، لا كل وربنا هيبارك لك في اكلك وهيعولك، وافرح وربنا هيبارك فيك، اعمل كل حاجه حلوه، اشتغل، بس بلاش وانت بتشتغل تبقى مشغول بالشغل لدرجة انك فاكر هو ده ايه حياتك، لا مش هو ده حياتك. ربنا هيبارك لك، لازم تدي ربنا حقه، ربنا هيبارك لك في اللي بتدخله، هيبارك لك في عيالك، بلاش تطلع عايز اكتر. اخترعوا حاجة في امريكا سموها الرفاهية. يعني ايه الرفاهية؟ يعني يبقى مترفه، يعني مش بس ياكل ويشرب ويدخل ولاده مدارس كويسه، لا انا عايز رفاهيه اكتر، احسن مدرسه في الدنيا كلها ادخل ولادي. طب يا حبيبي من ربنا يبارك لك ممكن تدخله احسن مدرسه وهو ما ينفعش فيها، فكر على مهلك. عشان كده لازم اشتغل صبح وليل وصبح وليل على مهلك على مهلك، ادي ربنا حقه عشان يبارك ربنا. اقف صلي عشان البيت يبقى مبروك وولادك يبقى مبروكين وما يدعوش منك. تستفاد ايه لو وديته احسن مدرسة والعيال ضاعت مع الاشرار؟ ها تستفدت ايه؟ وديته احسن مدرسة وجبت احسن عربية، ما تكفيش دي وما تكفيش دي وما تكفيش دي، وحرقت نفسك وعملت وسويت وبالك، بس في النهاية خالص
في حاجات تانية أهم. هي خلاص إيه؟ خلاص نفسك أهم. بعد عنكم لما بتيجي الساعة ونروح نزور الناس في العيادات المركزة نلاقي الناس كده عيني مكسورة العين كده، ويا دوبك بترفع عينيها تفتح عينيها وتقول عايز نجدة. صلي لي أبونا، صلي لي أبونا، صلي لي أبونا. عايز إيه؟ طب العربية بتاعتك، الفيلا بتاعتك، المش عارف. لا 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 لا، مش عايز أكل، أنا عايز بس ربنا يرحمني. فإذا الانشغال الكتير في أمور هذا العالم هو أعظم خطية. في مشاكل كتيرة روحية وفي تحديات علينا وعلى أولادنا. عايزين صلوا، صلوا كل حين ولا تملوا. أدي وقت أكتر، حاول تفهم أكتر في الإنجيل، حاول تمسك مزامير أكتر وتقف قدام ربنا وترفع إيدك. جاهد جاهد. كل إنسان فينا يجاهد. ولك لا مش عارفة، طول النهار بلف وور في البيت وفي المطبخ وبقف وبشتغل، بس ساعة الصلاة ما لا أقعد. طب اقعدي وماله، لو صحتك تعبانة اقعدي، بس لو عندك صحة ما تحاولي تجتهدي. طب ما تدي ربنا وقت حلو الصبح بدري، ما تخليش الصلاة بعد ما تعمل 100,000 حاجة. بلاش الصلاة تبقى آخر الليل الساعة 12 واحدة بالليل، والواحد زي الفرخة الايه الدايخة اللي بتقع. طب خليها بدري شوية، الساعة 5، الساعة 6، الساعة كذا. ما تدبر وقتك كده وشوف أحسن وقت تديني لربنا. ما تحاول، حاول تفهم اللي بتقراه في الإنجيل أي حاجة. ده خلاص نفسك. لما بيجي حد يقوله ده عندك ورم وحش ولا بتاع، مستعد يدفع كل حاجة من أجل أنه يخف. طب بعد عنكم بقى، طب الهلاك بقى أدفع إيه قدام نفسي؟ ماذا يعطي الإنسان فداء عن إيه؟ عن نفسه. أنا مش عايز أتكلم كلام ونطلع من هنا نقول أبونا قعد يوبخنا واتكلم كلمتين وبعد كده ننسى. لا، نفسي النهاردة يكون بداية لحياة جديدة عشان سنة جديدة مبروكة. تقول يا رب انت اديتني عمر جديد وسنة جديدة، معناها ان انت اديتني حياة جديدة، انا لازم اسلك بطريقة جديدة في قراية الانجيل، بطريقة جديدة في نظرتي للعالم وللمال وللشغل والانشغالات الكتيرة. لازم اخد بالي من نفسي، انا يا رب لازم استعد، انا لازم يا رب اقدم توبة واروح لأب اعترافي، انا يا رب لازم احيا بطريقة جديدة. طريقة ايه؟ جديدة. ها؟ وهمسك فيك يا رب وانت تقويني، لانه هو بيتلكك عايز يخلصنا. صدقوني بيتلكك، بيتلكك ونفسه يخلصنا كلنا، نفسه يخلصنا كلنا. بيدور على الخروف الضال، يترك 99 ويدور. ربنا يدينا كلنا نستعد لهذه اللحظات الصعبة اللي فيها نقف قدام ربنا يقول لنا لا ده انتوا ولادي، لا شيء مدينونا الذين في الايه في المسيح يسوع السالكين. لان ما لكمش دينون انتم، انا وفيت الدينون عنكم لانه كنتوا تايبين ومسكين فيا. ينجينا كلنا ربنا، حافظ عليكم وعلينا، ودينا استعداد انا وانتم والكل، لان كلنا ايه؟ كلنا محتاجين لخلاصه، وما فيش احسن من كده. لالهنا كل مجد وكرامه الان لابد الابد كلها امين. ونيه طخ امس مين